كنا التقينا حشرة فرس النبي المسمى جوزيبي. الآن كيف تسير أموره وما إذا قد زاد نموه خلال هذه الفترة؟ فرس النبي ينمو بسرعة كبيرة، وكلما كان يتناول طعاما مختلفا ومنوعا كلما زاد نموه وكبر حجمها. ذات يوم بينما كنت أتمشى في الفناء رأيت مقعدا قديما، على هذا المقعد كان تجلس العديد من حشرات الذباب. طارت لتجلس عليه من أجل أن تتشمس، وعندها تساءلت عما إذا كان بوسع حشرة فرس النبي المنزلية الخاصة بنا الحصول على الطعام في الخارج، ففي النهاية لا أحد سيطعمه الذباب مثل ما حصل معه في آخر الفيديو. وضعنا جوزيبي على المقعد، وبعد بضع ثواني حرفيا جلست في مكان قريب من الذبابة غير مدركة تماما للخطر الذي يحدق بها. عندها مباشرة ألقى جوزيبي نظرة عليها، ثم بدأ يزحف مقتربا منها ويقفز، لكن الذبابة هربت بعيدا ولم يتحصل جوزيبي عليها. انتظروا لحظة، لديه شيء ما. لقد تحصل على كعب ذبابة، والذي يعتبر أفضل من شيء بالطبع، لكن الآن ستصبح الذبابة عاجزة عن الحركة. قرر جوزيبي أن يغير مكانه ويقترب أكثر من الجهة اليمنى. مرت بجانبه نملة هاربة خوفا منها، لكن لسبب ما تركها جوزيبي تذهب. من المرجح أنهم لا يأكلون كثيرا، وأن لدغة النمل قد تكون مؤلمة. بعد ذلك جلست ذبابة أخرى، ربما تكون الذبابة التي سبق وأن خسرت ساقها، على الرغم من أن الرجل تبدو في مكانها سليمة. جوزيبي يحاول تظاهر أنه مجرد ورقة خضراء بينما يزحف مقتربا منها. من المرجح أن الذبابة لم تنتبه إلى وجودها، فهي تلتفت إليه وتفكر في مدى جمال الورقة التي أمامها. هيا لنصبح أصدقاء. وثم وقع المحظور، أمسك جوزيبي بذبابة وبين لها مدى قوة صداقتهم. لقد تبين لنا حتى لو هرب منا جوزيبي فإنه سيكون قادرا على العثور على الطعام بنفسه. إنه صحيح، الذباب ليس كبير جدا، لنقل أن حجمه متوسط، ولكن عندما ينمو قليلا سوف يصبح قادرا على أن يتعارك مع أكبر ذبابة. أنتم تعلمون عما تحدث، ملكة كل الذباب. البعض منكم أخبرنا أن فرس النبي يحتاج إلى الماء، وهذا الشيء صحيح بالتأكيد، ولكن كل هذا لابد أن يتم القيام به بطريقة غير اعتيادية. علينا أن نضع الماء في القطارة ثم نجعل فرس النبي يشرب منها. لقد تركنا جوزيبي يمضغ ذبابة بداخل المئرضة الخاصة له، لكن عندما قمنا بزيارته بعد بضعة أيام رأينا هذا. لقد خفت كثيرا، ظننت أن الأمر انتهى وجوزيبي قد مات، بل حتى جسمه جف ويبس. ربما كانت الذبابة التي تناولها مسمومة، لكن بعدها نظرت إلى الطرف الآخر للصندوق فوجدت جوزيبي جالسا هناك. إذا ما الذي رأيناه معلقا هنا؟ جوزيبي هل رزقت بطفلة؟ لكن لا، تبين لنا في النهاية أن فرس النهر الخاص بنا قد تخلص من جلده. غالبا ما تقوم الحشرات بالتخلص من جلدها بعد ما تنمو ويزداد حجمها، فعلى كل حال جلدهم لا ينمو معهم، ولذلك يتوجب عليهم نزعه في بعض الأحيان. كما ترون معنا يبدو أن جوزيبي قد ازداد نموه وأصبح أكبر في جلده القديم. الآن سوف نستغل هذه الفرصة التي لا تتكرر كثيرا، سوف ننظر إلى جلده تحت المجهر، قد تكون هناك بعض الأشياء المهمة. وإذا بنا نرى مباشرة رأس وعينيه الكبيرتين. انظروا إلى نسيج عينيها، إنه مثير للاهتمام حقا. إنه يبدو مثل خلية النحل، وعلى الأرجح هذه هي كفوفه الأمامية التي يمسك بها فريستها. هناك الكثير من الأسنان الحادة عليها، مما يجعل الهروب من بين يدي فرس النبي مستحيلا. وهنا نرى رجله الخلفية التي نرى عليها عقافا صغيرة، على الأغلب يستعملها من أجل التشبت على الأغصان. وفي هذه المرحلة علينا أن نقوم بتطويل المنزل من أجل جوزيبي. إن لم نفعل ذلك قد نتسبب في وفاته، والآن سوف أشرح لكم السبب. عند قيام الحشرة بطرح الجلد القديم، يتمسك فرس النبي في الغصن بأرجله الخلفية ويتدلى إلى الأسفل. ومن أجل أن تكون هناك مساحات كافية من أجل التخلص من الجلد القديم، لا يبدو أن يكون ارتفاع ضعف طول جسم فرس النبي على الأقل. إذا كان الارتفاع أقل من المطلوب، قد لا يتمكن من الخروج من جلده القديم، وعندما يضرب رأسه على الأرض سوف يموت. لسوء الحظ، تكون حشرة فرس النبي ضعيفة ومن دون حيلة خلال عملية طرح الجلد. وفي كثير من الأحيان تتصرف هذه الحشرات بغباء وتختار أماكن سيئة لطرح جلدها، فتموت بعد ذلك. لهذا السبب نحن بحاجة إلى منزل جديد من أجلها، بحيث يكون ارتفاعه أطول. هنا لدينا هذا الصندوق الزجاجي الذي يبدو مناسبا له لعدة أشهر.
نضع ألياف جوز الهند في أسفل الصندوق، لكنه يحتوي على الكثير من الشعيرات الملتصقة التي قد تزعجها، لذلك سوف نحاول أن نتخلص منهم باستعمال الولاعة. أهم شيء لا تقوم بحرقها كلها. بعد ذلك جمعنا أغصانا مختلفة من الشارع بالإضافة إلى بعض الأحجار والطحالب التي سوف نستعملها من أجل تزيين منزلها. لقد وجدنا أيضا بعض النباتات المقاومة للجفاف في موقف السيارات. حسنا يا جوزيبي، لقد حان الوقت للانتقال إلى شقة جديدة لكي نجعل العملية أكثر متعة بالنسبة إليها. سوف نقدم له ذبابة كوجبة، ولكن أكبر اختبار سيخضع له لم يأتي بعد. لقد وجدنا دودة ألفية ضخمة والتي يبلغ طولها ضعف طول جوزيبي، والآن سوف يلتقيان في نزال غير متكافئ ليس متساويا، لأن جوزيبي أقصر منها على الرغم من أنه أكبر من ناحية أخرى، لذلك سنقول أن نزال معتدل في النهاية. الدودة الألفية تتجه مسرعة نحو فرس النبي وتقترب منها. بعد ذلك يأخذها جوزيبي بين يديه بحركة سريعة ويبدأ مباشرة في مهاجمتها بفمها، لكن الدودة الألفية ليست سهلة للغاية، لذلك تحاول التمسك بالأرضية لكي تسحب نفسها من قبضة الفرس النبي. يحاول جوزيبي أن يمددها وكأنها علكة بين يديه. في البداية كان يبدو أنه يريد أن يمزق جسمها، لكنه كان يسحبها لكي يسحبها أكثر ثم استمر في قدمها. انظروا، لقد خدم الجزء الأوسط للدودة الألفية وقسمها إلى جزئين، والآن نرى أنه يخصم دودتين في نفس الوقت بينما هو منشغل مع جزء صغير وسريع للدودة الألفية والذي يحاول جاهدا لكي يتمكن من الانزلاق من خلال أصابع جوزيبي. يحاول الجزء الكبير للدودة الألفية الفرار من جوزيبي، لكن جوزيبي لم يستسلم. وانظروا فقط إلى عيونه المجنونة، يا له من منظر لقاتل متسلسل. في نهاية المطاف استسلمت الدودة الألفية وسمحت لجوزيبي أن يتناولها بشكل مريح. لأول مرة يتمكن جوزيبي من تناول فريسة كبيرة، ولهذا السبب نرى أن بطنه قد نما بشكل كبير. انظروا كيف يقوم بتحريكه من أجل أن يتسع بطنه لكل شيء. يبدو لي أن جوزيبي يحظى بمئردة رائعة حاليا، لكنها لن تكون الأخيرة، لأن فرس النبي يمكنه أن ينمو ليصبح ضخما مقارنة بحجمه الحالي. جوزيبي ينمو ويكتسب القوة، مما يجعله جاهزا من أجل اختبارات أخرى في الفيديوهات القادمة. على فكرة يمكنكم أن تكتبوا لنا أفكارا حول من تريدون لجوزيبي أن يلتقي في المرة القادمة.